What's today? اليوم؟ اليوم يومن هي. هيوة يا ركال. When again؟ اليوم يومن هي. اليوم يوم الهي. اليوم يوم الهي. يا بارك الله فيك. Thank you very much. What does that mean? It's mean good things. Today it's mean there is something. Still we يعني it's mean still we are live. هي. الحمد لله. Thank you. يا ركال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير. صباح الخير، صباح النشاط، صباح الإيجابية، صباح البركة، صباح العياد، صباح الفرح، صباح قل الهم وقل الحزن وقل التعب وقل كل التفكير اللي مبزين. أنا ما في موجود. إن شاء الله. الله موجود. يا ويلك تسوي أي شيء غلط ما تطلع برا مني منك وتخلي بالك من الشغل. شو سويت الحين هناك؟ أنا ركبت في باب الجو. إيه. أنت تعرف كم في تأخير؟ واحد شهر كامل في تأخير إحنا. هذا من غلطان. أنا غلطان. هو كان عيد جديد وأنا أقول. هب الحين خلاص من يبرد الوقت يسوي شوي براد هذا تيم مال جديد. هي بعد كم 20 يوم. بعد 20 يوم. هذا ذاك وشوفني. وين؟ تاه روح. توني. شو اسمه؟ توني. ولا هو واجد أبيك أنا. ها؟ وايد يحبك انا. وايد يحبك انت؟ ايوه. قدرك. حلو. قدرك حلو زين. شالي. توني. بيموت على هالكليب. مسمنا توني بعد. عناية. تعال. يا ويلك يا عناية خل بالك من البيت. حط ركز على ها مكران. ما يخلي يجيب نفرات مني عند الباب. عيب. هذا بيت فاميلي. نفر دريول ولبشكار ما يجيب نفرات صديق. زين صديق وقف منك برا عند باب مسجد عند اي مكان لكن جاء بيت عائله فاميلي ممنوع رجال داخل يدخل. زين يلا سوي سلام عليكم نفرات. هذا كلام بافي بس حق مكران حق كلش نفرات كل دريولي بشاكير كلش ممنوع يجي نفر داخل. هي يا ويلك. ثانك يو عنايه. شو قلت اخر شيء؟ ويلكم قول لي. صباح النور عليكم السلام. ها شو اخبار؟ كل شيء زين؟ زين بارك. سلام عليكم. ردي منك. لا 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 ربك الله انت صدي طالع عيني. جود مورنينج لوك ات مي وين اي توك وذ يو لوك ات مي شي لوك ات مي زيقيني حينتي. ها صباح الخير. I can't go there. Okay, go there. I need to hear all of you. سلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. صباح النور. كيف الحال؟ صدي انت جاي. اي صدي جاي. كيف حالكم؟ شكرا. شو اليوم ريوق فرنشا؟ بس ما او كلي. اشوف. ايوه اوبن شوي بسرعه. في اويل؟ لا. ما في اويل؟ احسنت يلا. ثانك يو. اللهم لك الحمد اصبح في بيوتنا. هبل كل حد يعني تصبح في بيتك كل شيء تحت يديك اللي تباه يوصلك لمكانك تظهر من بيتك. هاي يقولوا لك من ظهر من داره قل مقداره. تظهر من بيتك تحاتي ريوقك تحاتي غداك تحاتي عشاك منو بيعطلك منو بيجد ملك يعني تعيش في مرحله العزوبيه اللي ما عنك حدنا ما حدنا شاد عنك يعني تازم كانك وحيد كل شيء عليك كان حد يصدق عليك اني جلست في مطعم تطلب اني اصبحت الصبح يا ربي شو بسوي اني تنش الصبح كل شيء كل شيء ذاهب كل شيء معدل كل شيء محطوط قدامك وكل شيء موثق وكل من اروع ما يكون والشيء اللي انت تباه هاي مشكله الحين السفر من تسافر تازم شرط الطلاب اسمي هناك اليوم كل اللي كبدي الا زمزميه مرابي زمزميه مرابي زمزميه مرابي زمزميه مرابي دل عادي دل عادي يعني شو فيها من اليور ولا المنكر بيت عائله ساير وياي حريم كبار وصغار يعني دل بعد شيء رجالي دل يعني هاي تدل على بيئة البيت إنه في حياة وفي نشاط وفي ريايل وفي حريم وفي فروخ وفي بنيات وفي كبار وصغار أنا ما بلازم أظهر لهست كله
يعني هاي تبع زمزمية زمزمية مرابي زمزمية مرابي قلت إن شاء الله ما تربين اللي اسميها عقدتني عقدتني من هاك اليوم كل ما شافت لون غريب هابوي زمزمية من زمزميات المرابي اللي تربين من قطو ما يندرابها مني عادي هي هاي شخبارك صلاة قل لي شخبارك قل لي عيدك مبارك قل لي عيدك مبارك عيدك مبارك شكرا يسلم عليك الريال. He tell you hi and he's waiting for your coming. What you tell him? Hey guys, hi everyone. This is Giorgio from Novi Pol. So we are open all time. So we are waiting for you guys to be here. And delicious food. Khalid, he miss you too much. Yeah, I miss you, Khalid, as well, Mr. Khalid. في ذمتكم ها 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 حد يودر هالدلة وهالفنيال الزعفراني طح هالفنيال الزعفراني ويصير يجلس التركيش كوفي وتفضل يا باشا زيادة قهوتك مضبوطة ولا زيادة ولا على الريحة شيء بعد من غير بعد شيء بعد شيء يابو شيء جديد الحين عندهم والله هالمتطورين لا يعني اللي يباها يعني لا هي حلوة ولا هي ماسخة مانو هذا شيء مديل جديد الحين عندهم أو يعني أولاد الذوات هايل الفنانين ما يقولون شكر زيادة ولا ناقص لا بين البينين يعني مانو هذا يعني مختصر جديد ما يقولونه إلا الناس الفنانين عندهم مانو أو إنه حد يودر هالفنان حد يودر هالزعفراني ويصير حق نفس ابو محمد ونحن نبقى كل يوم سنان ما نبقى لا تسلم مبارك نعيدك وكل عام وانت بخير حليل ما قال ابوي انا ما بشل شناط يلين عندي وشل ابوي شناطي وقال ابوي خلي ينبحص مكران ويا ابوي روح وشل هلينه وحطن ابوي في السيارة ابوي طيران ابوي الامارات وطيران الاتحاد ولا شيء شرات طيران في الدنيا العودة أيي قبل الحشر بعشر الحين طيران الاتحاد هذا وبيوديني المطار موعدي وياه 9:30 وياي الساعة 9:10 شو لجله لجل إنه ما يتأخر وياي قبل الشيء وبعده على أساس إنه كان حد محتاج شيء ولا شياته يكون يساعد وشهد النية وشطن الشناط وشل هنا أبوي وداهن وحين أبوي قلنا له بود ها تو خمير One with honey cheese and the other one with peanut butter and honey. Okay. ودي لابوي حتى ما طعي تريق وعزرت عليه وقال إن شاء الله. قلت له عليك رفجة إنك ما تظهر لما تريج. قال له ما بهبط الميلة كان يبو لي على السيارة قلنا له إن شاء الله. ما في تنافس؟ أكيد في تنافس. ترى اسمها شركات طيران. في تنافس حتى بين الإخوان شيء تنافس. حتى بين البنات والخوات شيء تنافس. لازم شيء تنافس. إذا ما شيء تنافس ما يستوي شيء أسوي عن شيء. لازم يستوي تنافس أنه يعني هذا كله لصالح المجتمع. لصالح العالم هذا اللي تي. ليش العالم تفضل طيران الاتحاد وطيران الإمارات؟ لأن التنافس روح التنافس موجودة مدام في تنافس يعني في الأجود في الأحسن وفي الأخير وفي الأطيب وفي الأرتب وفي الأسرع وكل يوم يظهرون خدمة جديدة كل منها والثاني هذا كله للارتقاء بسمعة دولة الإمارات حبيبي والله واحد من الدرب والله فيهم وما فيهم عين الله تصيركم يلي ما تعرفون لا كل زين وكل قاوي والله العظيم ما شفنا منهم أي منقود ما في تأخير يستوي تأخير في كل البلاد مطار يستوي تأخير طهف يستوي تأخير طوفان يستوي تأخير شيء مستوي في الدنيا العودة الدخان حريجة ضباب يستوي تأخير يبون كل شيء كن فيكون أبوي ها كلام الله سبحانه وتعالى كن فيكون ولا الإنسان مخير ما يستوي
يعني ان على ما تبون انتم كل شيء تبونه يستوي على هواكم، لا على هواكم بوي ما يستوي، لازم الدنيا اخذ وعطى، الاحوال الجويه يعني لها تاثير، شيء يستوي لازم له تاثير، ولا مني والطريق كل الدقه 100%. امس بمطار بوستن كبره ابوي يسكره، كبره تسكر من الامطار والوديان هذا امر الله سبحانه وتعالى. يوم فيها سناب. مع السلامه يا بيتنا، مع السلامه. اعتب مكر مكران، وين يحطهن هاي عدال بعض مالات الما مال الطيور مكران، تعال كل لا تحطهن عدال بعض، حط كل واحد منها روحه هي مال ماي، ها كل بعدهن هذا بعيد عن هذا، مر بتلاي ملاي منهن هذا عدال هذا ما شي فايده، حط هناك ها اطراف البيت، وانت ساير هاولين وانت ساير منها كامل، يلا خل بالك من البيت بعدها. تعرفت عليه الدريول ها ها، هو يدلل هو اللي هالي ضار يوديني، هو اللي ضار يوديني هي زي. يلا يلا مع السلامة. اي خلي بالك من البيت ها. نعم صح. باي باي. باي باي صح. يلا اي والله حليلها. اقولكم انا خبرتكم وين سائل ولا ما طريت، اعتقد اني نسيت. ابوي انا سائل القاهره، هي نعم سائل ان شاء الله القاهره، و بسير اليوم رايت بسير اليوم، اليوم تاريخ 3 ورد تاريخ 17 بالضبط، 14 ليله يعني 15 يوم ان شاء الله رايت اذا الله جعلنا من الحيين. تراك روحك يا وين ده الحين بعد رايت ولا لفت؟ اي والله وان شاء الله اني بارد بعد اسبوعين اول الله. مستوى الفور سيزن ما اسكن الا فيه، اللي في الجاردن سيتي، مكان وايد زين. هو جاردن سيتي هي في الجاردن اللي وين السميره ميس وجراند حياه هناك على البحر، اللي ساكنين العام وعام الاول واللي قبله عيبني سكنت حجارة كبار ونظيف وما يخلون حد يسير ولي، والناس اللي تسكن فيه كلها فنانة، واللوبي ماله نظيف عود كم كبرة، وفي مول صغيروني وكذا مطعم فيه غاويات، ويلسيت الحوض بعد وايد فنانة، يسدك إلا مشاهد النيل روحه يسوى لك وتوما. فداعت الرحمن يا ابو ظبي، فداعت الرحمن يا دولتي، فداعت الرحمن يا اماراتي، فداعت الرحمن يا من سكن فيك، فداعت الرحمن يا من وطت ريله على ارضك، يا من سكن فيك وعاش وكل وشرب وخطف حتى اللي مر في اجواءك، يعلى الله يحفظك ويسر اموره ويحفظكم ويعودنا عليكم ان شاء الله سالمين غانمين يا رب العالمين، لا فاقدين ولا مفقودين، بجاه اللي ما تنام عينه أن الله يحفظكم ويسخر لكم الأرض من عليها ويبارك فيكم يا رب العالمين، ويحفظ بيتي وهل بيتي من كل مكروه، ويحفظ بشاتيري وعمالي وزراعتي اللي احترقت ثلثينها، شو بقولكم كل شيء، ويحفظني إن شاء الله، وإني أرد لكم خير وسهل، وإني حين من أوصل إلى سبعة أرمس وياكم وسول، تعالوا حين أسار المطار، وان شاء الله انه بتسوي الامور طيبه، بنشوفنا شيء زين بنصوره، بنشوفنا شيء عدل بنطريه وبنشوف هو كل شيء عدل، يعني شفت حد يعني من صدقاني ولا شياته بيسافر ويبانا نصوره ولا شياته ترى بنصوره. اقول ترى الرقم اللي حطيته الحين على الصفحه مالتي على اليوتيوب هذا رقم التواصل مال واتساب، ما برقم اتصال، رقم التواصل على الواتساب، اللي عنده مقطع فنان لو شيات له ولا اي شيء فنان يرزى اني احطه وانا اشوفه موالم بحط لكم اياه على الستوري.
أكلس عن شيء في الدنيا العودة ما شيء، أكلس عن شيء في الدنيا العودة ما شيء أبدا ما شيء. تقولوا لي شيء أكلس ولا أنبر؟ ها طيب. حال يعني كان شيء زحمة ولو شياته عند التشيك إن، يكون من نوادر تلقى في المطار شيء استراحات مقابل التشيك إن. فمطار أبو ظبي ما شاء الله تبارك الرحمن، خاصة في الاتحاد وين طيران الاتحاد حاطين استراحات للي بحريم كبار والإنسان يبقى عندهم فروخ لعيالهم الأشياء يبون يستريحون، فعدال التشيك إن حاطين استراحات، واستراحات فخمة بعد مش أي استراحات، شيء جميل وفنان يعني. هم الأشياء اللي تميز مطار أبو ظبي تبارك الرحمن. شوف يومتي قبل ما تطير طيارة بوقت، يعني أتي يكون وايد أفرز لك وتروح تتمشى في المطار، تطالع تسلم على العرب، تشوف الناس تشوفك، تتمشى في السوق الحرة، يعني يكون شيء وايد جميل إذا أنك أتي من وقت. فكل من يأتي من وقت وايد أخيار. شوف تريا اللي ما يترياك على كل حال مفروض انك تتريا، لانك انت اللي محتاج له. كانه قطار، كانها طياره، كانه شيخ، امير، ملك، هذه ابوي باخره، اي شيء من هالنوع لازم ابوي انك انت تتريا، ما هو يترياك، وما بيترياك، ما بيشاد عنك. القطار بيمشي بكو بلياك، الشيخ ما بيترياك، الملك ما بيترياك. الا وايد ضروري اي انسان يبى شيء لازم كيف اقولكم، يعني ما ياخذ الدنيا هوي وما لعيله مره ما لاي معنى. وايد ضروري انك انت من تسير حق اي جهه من الجهات اللي انا عديت عليكم، حتى موعد الدكتور لازم تسير له من وقت. اي شيء عندك خاص فيك تسير من وقت، لانك ما تعرف ظروف الطريق شو يستوي، زحمة، حد لبارد ما لبارد. أهم شيء أنك أنت أبوي تتريا اللي ما يترياك، واللي ما يترياك عديتنا أنا كم شاي، واللي باجي العلم عند الله. كان شيء أنا ما أتذكره، لأن هاي أنا في حياتي هاي أهم شيء، هذي أهم شيء، الطيارة، القطار، الشيخ، الملك، راعي الرتبة، يعني الأشياء اللي عديتها. طيارتي هنا تدري الساعة كم؟ 11:30، ومن 9:30 وأنا مشتل وصلت المطار الساعة 10:05، وعيّدت من الله خير وسوينا التشيكن، وما شيء كالف حق العيلة، وتتمشى وتجلس في اللونش، وعطوني بعد بشيركم هالبطاقة مال الاتحاد إذا أنك يعني حاجز على البزنس تروم تدخل بها اللونش مال الفيرست، ما ادري شو يسمونها عاد هاي البطاقه، لها اسم. تبع مشكورين جزاهم الله خير هالطيران الاتحاد ما قصروا، انك يعني تقص في البزنس ويعطونك البطاقه هاي تستعمل فيها اللونش مال الفيرست. هذا اولا، وثانيا يحق لك تشيل 3 شنط بدال الشنطتين، ويزيد لك بعد وزن يزيدون لك وزن 32 كيلو بدال ما تشل 64 كيلو تشل 96 كيلو كنهن، هي 32 كل قطعة لك 32. اللي على البزنس يعطونها بروحك مال من حرمالك 32 وديتين، يعني 64 شنطتين. وتروم تشل الشنطة الثالثة، هذا من عندهم حبة، يعني كم ساعد يعني اللي يعطونا البطاقة هاي رصاصية اللي مكتوب عليها الاتحاد، ويصح لك بعد انك انت يعني تحصل شو اسمه يدخلونك مال الفيرست. نعم يلا بس عاد عليكم. اقولكم في المطار لقيت شيء خيمة، هذا مكتوب عليها خيمة الحنه.
في المبنى رقم 3. هاي شو شغلة الحرمة اللي تخدم الخدمة؟ الله يسلمكم. تحني ومردود مردود الحنة الدخل لمساعدة الأطفال أعتقد المشردين أو which babies are underprivileged kids. يعني in Somal. Only in Somal. صح؟ آها. Charity for Somalia. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. فما شاء الله يعني فكرة وايد حلوة ويزاهم الله خير اللي قايمين على العمل هذا. هم مطار أبو ظبي واللي قايمين العمل هذا شيء وايد إيجابي وزين. مشكورين عليه خدمة مطار أبو ظبي. انزين الحين انت تتواصل وياي كل يوم على الواتساب على السناب. نعم. حتى على الواتساب يا غير ما قلت لي انك بتسافر. بس انا خبرتني العصفوره. لا لا صدق لا لا ان انت ساير مصر. والله لا لا كل حد يدي مني ساير مصر. لكن كيف لقط حدز وش معنى على نفس رحلتي وحياتك والكتل اللي حذالك بعد. يا ربي مقواك ما اقول عنك شيء. يا الله يحفظك ويبارك فيك. حاضرين ابو علي. هذا اللونش مال الفيرست كلاس مال طيران الاتحاد. مكان راقي وفنان جميل وفخم وايد حلو ومرتب وبكبره يلق بكبره يلق بمعنى الكلمة. شي كباية منك صغيرونات يعني مكان جميل. مرة على الإطلالة انتم ما تشوفون. يا ليس قايم بيفتحون المطار الجديد. يا ليس ان شاء الله ان شاء الله ان بنكون موجودين اول الله. يا ليس تعرف مسوية جماعة خاري فلذلك ما كان شيء وقت اني ايلس في اللونج ولا خاطري والله ايلس اسولف وارمس واتقهوى غير ما شيء وقت. انا جاي متأخر هبي جاي متأخر يعني قلت يا في بالي اني اسير اللونش متأخر فلذلك يعني حين بسيرة اتخذت لفة فيه دقيقتين وانا ظاهر ولكذا ما دخلت شيء من فوق شيء من تحت وعلى ينب ومن ناكي وشرق وغرب كذا ما دخلت كذا مكان يعني وكل مكان له خصوصيته ورقيه ومكانه. كل مكان وايد جميل وفنان ورقم واحد. Thank you very much. تقولون ما قلت لكم بوية موز بودقة رقم واحد شيء لا صار ولا استوى. اللي بياكل غير موز بودقة لا ياكل هذا أولا. ثانيا حتى لو ما بتاكل وجوده عندك في السيارة روحه يعطي السيارة ريحة لا صارت ولا استوى. ريحة السيارة تازم شو موز بودقة يوم يازم في السيارة. حتى لو بتنزل في السيارة من السيارة بترد لها بتلقط ريحة سيارتك كلها موز وريحة الموز ريحة عطرة فنان يسوون منها مليون شيء وشيء شيء وايد فنان ريحة الموز. هل تقول ما قلت لكم لازم موز شو بودقة. شكرا جزيلا. شو اسمك؟ دانا. ما اسمك؟ دانا. دانا ما شاء الله عليك يا دانا. وين سايرة؟ مصر. كم بتجلسون؟ وايد وايد بشوفك هناك في مصر. وين تسكنون؟ في الرحاب. بعيد عني انا في الفور سيزن. بعزم انتي وماما وبابا وماما بتوني اللومي. اوكي. بنت قهوة عندي فندق الفور سيزن. اوكي. بنسولف بنضحك شو رايك؟ اوكي. زين دانو انت تدرسين؟ ايه. اي صف؟ جريد 6. ان شاء الله عليك الله يحفظك. اوكي ما قلت لك في الطياره. الحين ابوي هذا اخر سناب في على ارض الدوله وان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بنوصل للقاهره واصور لكم الحست بنشوف البرنامج بنشوف الهدوم والاخبار وبنعطيكم التقارير اول باول. إن في حال شيء يرزى انا ما بجلس اصور شيء حتى اللي ما يرزى لا بشوف شيء حدث قدامي فنان او ناس فنانين صور فنانين بمعنى طيبين هذا المقصود فنانين هفنانين دمبك دمبك لا يلا الله يحفظكم ابوي
الشيء المميز في طيران الاتحاد كلنا نبوي ترى عندهم قلاصات، كلها العرب عندها قلاصات زين، يا غير قلاص اللي في طيران الاتحاد شو اللي يميز عن بعض؟ ترى ما بزجاج هذا، لا كريستال، على هالأساس تلقطه صليجه يعيش العين وينسار عليه، ما بياي باهت ولا سكتي ولا جاي انك يعني متشمخ، لا كريستال 100% هالمعلومه، وفرحت والله بهالمعلومه. شكرا، ثانك يو. ترى خلينا انا ارمس عاده هم الاشياء الايجابيه، وفي اشياء وايد حلوه والله عندهم، غير الحين ماشي وقت في خاطري اسولف ويا ريال وارمس ويا، وانتميت اشرح لكم ابوي الامور وايد اللي يبالها شرح، والأشياء اللي تفرح وتشرف وترفع الرأس وايد عن طيران الاتحادي على الله يحفظهم. مشكورين، ويلا نرمس وياكم غير هالوقت. لا مو معنا صورة، هذا أبو غراب حال على ياسمين.